الفلاحين أمام مصنع تحويل الطماطم بولاية قلما في ظل نقص وحدات تحويل الطماطم الصناعية. أنا عندنا مشكلة، أنا مشكلة طلاشان، لا أنا ديرونا حل، احنا ديرونا حل لهنا، رانا عندنا احنا ونضربوا بالربعين ساعة 48 ساعة احنا لهنا فلاشان هذه، واحد ما على باله بينا. الفلاحين رانا رافعين التحدي والحمد لله، راكم تشوفوا في الانتاج اللي راه وين وصل، يعني لدرجة ما يتخيلهاش. منتوج الطماطم وفير حسب المسؤولين المحليين، لذا أصبح لزاما على الوزارة خلق مصانع تحويلية. محولين ما قدروش قاعدين يخدموا، الماشينة تاعهم ماشيين على الآخر، ما كانش شوية تنظيم في العشان طابوراتك شوف فيها وين يستاسيونيو الفلاحين ولي ترونسبورتير، ما كانش بلاصة هاك شوف لارت ناسيونال تنظيم السلطات توقف معنا برك شوية هنا، راهي حملة برك وتفوت. مصنع التحويل عمر بن عمر هو الآخر يستقبل كميات كبيرة لتخفيف الضغط على بقية وحدات التحويل. بسنا الحمد لله الخير راهو كاين، القدرة الإنتاجية تاع المؤسسة نظريا راهي 3000 طن طماطم طازجة في اليوم، رانا نحقوا حاليا في أرقام تنجم تقول خيالية، نلحقوا حتى 3500 طن في النهار، يعني فتنا القدرة النظرية بحوالي